ابراهيم تشرف بحضرتك في كراكه مهمه ميش احدث كراكه انضمت لهيئه قناه السويس هي وصلت لينا ان شاء الله في ارضنا الحبيبه 9-4 مواصفات الكراكه الفنيه دي هي الطول بتاعها 147 متر ونص عرضها 23 متر الغطس اللي هو الجزء اللي تحت الميه 5 متر ونص القدره الاجماليه للكراكه 29,130 قدره الحفار عندنا هنا 4800 كيلو وات اقل عمق تكريك بتشتغله 8 متر واقصى عمق التكريك 35 متر الانتاجيه بتاعتها في الساعه 3600 متر مكعب في الساعه نظريه عمل الكراكات ان هي بيبقى فيه حفار الحفار ده بيقطع في التربه يكسر في التربه والحفار ده بيبقى فيه منه نوعين حفار للتربه الرمليه وحفار للتربه الصخريه على حسب ما احنا بنشتغل في نوعيه التربه احنا بنبتدي نغير الحفار بعد ما بيقطع التربه بيحصل طبعا سوينج ان هو الحفار ده يروح من الجنب اليمين للجنب الشمال يقطع بيبقى تحت منه ترومبه اخت الترومبات دي بس بقدره اقل شويه بتسحب الناتج التكريك ده اللي هو الخليط اللي هو عباره عن الميه مع الرمله او الميه مع الطين على حسب التربه وتجيبه لترومبه مناوله الترومب الطمي واحد اللي بتسلمه لترومب الطمي اثنين اللي بتوديه لبره في مواسير في جزء منها بيبقى جوه الكراكه لغايه ما يطلع بره الكراكه يبتدي يمشي في مواسير عايمه لحد ما يوصل حوض ترسيب بيبقى في الشرق حوض الترسيب ده بياخد ناتج التكريك اللي هو عباره عن خليط من الرمله والميه طبعا لما يوصل حوض الترسيب الرمله او الطينه بتترسب وترجع الميه النظيفه ترجع للقناه تاني عن طريق مواسير تصافي وربنا يوفقنا ويوفق حضرتك ان شاء الله يا فندم الله يبارك فيك يا فندم مبروك لحضرتك ومبروك لينا يا فندم شرفتنا يا فندم شرفتنا والله ده يعني مع السلامه يا ابني مش عارف انت عارف كل المحافظات والجامعات الاهليه ابتدت تطلع دور تاني